يسرني بصفتي رئيس برنامج شركة مكة سمارت للتدريب، أي شمس للتدريب، وهي في مصر تقدم هذا البرنامج لدراسة ماجستير مهني بالتعاون مع أكاديمية السادات. ستكون هناك، أو البرنامج يحتوي على 75 ساعة أكاديمية، فهناك كورس يعتبر عن بعد وهو متطلب للالتحاق بالمسارات بمعنى الكورسات الموجودة في أكاديمية السادات والتي اختارتها شمس للتدريب لنيل شهادة الماجستير المهني من أكاديمية السادات بمصر. طبعا البرنامج سيكون 60 ساعة في أكاديمية السادات و15 ساعة عن بعد، مقدمة أيضا من مصر شمس للتدريب. وفي كل ترم، أي كل 3 أشهر تقريبا، سيكون هناك اختبار نهائي للترم، فهي عبارة عن 5 ترمات، الترم الأول عن بعد والاختبار في نهاية الترم، سيكون حضوريا في مصر مدة 5 أيام. فهناك 5 مواد: ساينس علوم، وماث مادة الحساب، وآرت الفنون، وريدينج القراءة، وتكنولوجي التقنية. فكل مادة في الكورس الأول اللي هو عن بعد 15 ساعة، كل مادة 3 ساعات، وهناك اختبارات أسبوعية كويزز لمدة 10 أسابيع، وستكون المحاضرة في قاعة سوم 4000 كلب، وهي موجودة على التليجرام. سيكون هناك جدول يستطيع مع التسجيل، طبعا CFO الأستاذ فرج يتم التسجيل معه. طبعا قيمة الساعة $200، سوف يتم تخفيضها إلى $40 لمن يريد أن يلتحق بالبرنامج. الهدف من البرنامج هو طبعا هي الدراسة، دراسات عليا تعتبر ماجستير MBA، هو التدرج الوظيفي، بمعنى نحن في حاجة ل4000 متعاون
لإعطاء الدورة الأولى الخمستاشر ساعة أو الترم الأول بصفته مساعد دكتور. الانطلاقة الرسمية ستكون في يناير حسب الجدول يناير 2022. الهدف من البرنامج هو سواء للمتقاعدين أو الموظفين أو الخريجين من الجامعة. بالنسبة للخريجين من الجامعات هو عبارة عن سنة الامتياز internship، يعني في السنة الأولى هو يقدر ينتهي من 45 ساعة، ثم السنة الثانية اللي هي التخصص، يعني السنة الأولى مواد عامة 45 ساعة و30 ساعة تخصص في اختيار مسار من المسارات المعتمدة لدى البرنامج مثل القانون الدولي ومثل الصناديق أو دراسة الكابيتال فند، الصناديق الاستثمارية، طبعا في مجال التعليم الحديث. الهدف من التعليم الحديث، نعطي نبذة عن أكاديمية السادات. طبعا هي أول أكاديمية تأسست، كانت معهد إدارة عامة في الشرق الأوسط، يعني كل الدول العربية كانت تأخذ المناهج، مناهج التعليم، والمدرسين أيضا يتخرجوا من أكاديمية السادات أو جامعات أخرى في القاهرة، يعني كأنه أول مناهج للتدريس والتعليم صدرت من أكاديمية السادات 1954، طبعا قبل ميلادي بأربع سنوات. فترة التعليم الحديث سواء في الغرب أو في الشرق يعتبر وصلت للذروة، يعني في البداية كان في حاجة إلى تخريج جامعيين حتى يواصلوا التعليم، وكان الشخص في زمن الخمسينات وحتى الستينات يعني من الابتدائي يتأهل إلى كلية مثل كلية الزراعة أو كلية المعلمين، يعني بعد الابتدائي دراسة ست سنوات كمان أربع سنوات يكون عنده ليسانس، يعني يصبح مدرس أو يصبح مهندس زراعي أو يصبح، فهذا التاريخ. بعد كده أصبح مثلا نتكلم عن معهد المعلمين، كان من الإعدادي، يعني الإعدادي يعني بعد الابتدائي يدخل معهد المعلمين يتخرج مدرس، ثم صار من الثانوي، طبعا هذا في مكة وفي جميع العواصم أو جميع المدن في الشرق الأوسط حتى في مصر، ثم يعني بدأت الجامعات هي بيمكن كليات المعلمين ثم كلية زراعة ثم كلية طب ثم كلية وهكذا حتى صارت جامعات، يعني الجامعة عبارة عن كليات. أما كلية المعلمين أحيانا استمرت هي كلية المعلمين. فالتدرج في التعليم كان بعد الابتدائي أربع سنوات تقريبا يصير مدرس، ثم بعد الثانوي في الثانوي بعد الإعدادي، ثم بعد الثانوي. فليس هناك حاجة أن يكون المعلم بعد الجامعة كمان،
لازم يكون دكتور، يعني كل المعلمين عنده بي اتش دي. ما زال المعلم ممكن يكون خريج كلية المعلمين التي تعادل جامعة، شهادة جامعية. والشهادات الجامعية كلها سواء في الهندسة في الطب كلها تعتبر undergraduate studies، يعني جامعية. والجراديويت ستاديز هي الماجستير وأعلى. الآن لأنه كانت الماجستير والدكتورة اللي يتخرجوا منها لهدف أنه يرجع معيد أو يدرس في الجامعة، يعني عمل. الآن في شهادة طبعا من 20 سنة أو أكثر بدأت الـ MBA. فالـ MBA هي لمن تخرج سواء من الجامعة أو من الثانوي يستطيع يقدم على الـ MBA. الهدف هي سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، يعني في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات كانوا الشركات توظف من الثانوي، تتعاقد مع الطلبة قبل التخرج إنه يتوظفوا عندها، مثل أرامكو. كثير من يعني حتى رئيس أرامكو أو رؤساء أرامكو كذا أخذوا شهادات جامعية وهم ما في العمل في أرامكو وأصبح رئيس أرامكو، مثل الوزير السابق. فيتعلموا في الشركات. والآن البرنامج هذا نفس الموضوع لكن ارتفع السقف، فأصبحت إنه للجامعيين. طبعا هناك استثناء انه ممكن يكون واحد بالثانوي ياخذ الـ MBA، في استثناءات. لكن لو تكلمنا عن الجيل يعني من السبعينات واكثر، بعد السبعينات اصبح حتى الامريكان يعني نسبه كبيره منهم الشركات لا تحتاج جامعيين، تاخذ من الثانويه ويبدأ في العمل ويترقى في العمل، وحتى في الدول العربية بدون شهادة جامعية يصبح رئيس شركة أو كذا، سواء شركة حكومية أو خاص في القطاع العام أو الخاص. يعني ممكن يصبح وزير وهو ما عنده الشهادة الجامعية. فالآن تقريبا كأنه التعليم من جديد ولكن على مستوى أو سقف أعلى. طبعا الأولى الجامعي. بعد فترة يعني ممكن بعد 2030 أو 2040 يعني سوف التعليم يتكرر نفس اللي كان من زمان، يعني تكون الشهادة الجامعية مش مطلوبة ومهمة. يعني ممكن الواحد بعد الإعدادي يبدأ يدرس 4 سنوات عشان يأخذ شهادة جامعية. تتغير المسميات، ما هي أكاديمية. يعني الآن الأكاديمية ما هي مطلوبة، الجامعية الأكاديمية، ولكن مهنية. فالآن نحن في الماجستير المهني، بعدين حيصبح ليسانس مهني زي معهد التمريض ومعهد الكذا ومعهد، أو حتى معهد الميكانيكا أو الثانوية الصناعية والثانوية التجارية، هذه تعتبر معهد. هناك في دراسة سنتين كمان معهد عالي تعادل جامعة، يعني 5 سنوات بعد الإعدادي. فتقلصت السنين تأهبا للنزول لسوق العمل، إنه الواحد ينزل سوق العمل وعمره 20 سنة بدل 22 سنة، يعني 18 سنة يتخرج من الثانوي أو معهد ثانوي، ثم يأخذ سنتين عالي، دبلوم عالي. فهي نفس المشروع. طبعا نحن بنأسس للنظام مع أكاديمية السادات، ولكن هناك ترم للتأهيل.
المواد تعتبر 5 مواد مستمرة، يعني مستويات. يعني المستوى الأول اللي هو الدراسة عن بعد نسميه 101، يعني MCHS 101، ثم MCHM للماث وهكذا، وللآرت A وكذا وR وT. فهي 5 مواد 101، كل مادة 3 ساعات، هذه 15 ساعة. لما ندخل في الماجستير تعتبر 201، وممكن في الترم اللي بعده 301، وممكن 401 و 501، يعني كمان 5، لأنه هي تعتبر كورسات جراجويت يعني بعد الجامعة للماجستير. 5 مستويات. وهناك طبعا تخصص ومسارات، يعني في دراسة عامة اللي هي 45 ساعة، ثم 30 ساعة تخصصية، إما في القانون الدولي أو في التعليم العالمي أو في يعني يعتبر عالم، أو في المحاسبة العالمية أو البنوك وهكذا. هناك مع هذا الفيديو هناك برزنتيشن عن أكاديمية السعدات أو فيديو آخر موجود في الأعلى، أعلى الفيديو. سيكون هذا الفيديو في اليوتيوب، وأيضا يعتبر هذا الفيديو مساعد لمن يتقدم، يعني من يتقدم يحتاج إلى الاستماع لهذا الفيديو ثم يقدم في استمارة التقديم، أو يتعهد بأنه يكمل فيدفع 40% من 75 ساعة، وإنه هو لو وقف ما ترجع الفلوس، بس مستعد يجلس لو 2 3 4 ما في مشكلة. ثم يحصل على التخفيض. طبعا في فرق في السعر لأكاديمية السعدات، يعتبر هو كالمبتعث، يعني يعطى عمل حتى نتمكن من الدفع لأكاديمية السعدات. يعني أكاديمية السعدات 60 ساعة يأخذوا $200، ففي $140 أو $160 سوف تكون كمنحة دراسية بعد إتمام الترم الأول 15 ساعة. يعني من يتم بجدارة الترم الأول، طبعا في دراسة بالإنجليزي وفي دراسة بالعربي، فالمنحة الدراسية تعطى مقابل عمل مع CFO لتسجيل طلبة في، وكذلك يعمل كمساعد محاضر، يعني لما تكون وقت المحاضرة يهيئ الطلبة ويوصلهم وكذا، ويسجل كمان الحضور والغياب، وكمان هو يكون حلقة الوصل بين الطلبة والمحاضر، وبين حلقة يعني زي الـ HR، زي الـ Human Resources، يعني هو مسؤول عن 20 طالب أو كذا في كل شيء، يعني حتى في العلامات، في الاختبارات، في كذا. طبعا الاختبارات لازم تكون حضورية في مصر لكل ترم، ففي اختبارات شفهية، مدة الاختبارات 5 أيام أو كل اختبار لـ15 ساعة. أتمنى أنه هذا الفيديو بيوضح أمور كثيرة،
وهناك طبعا في قاعة المحاضرات هناك محاضرات، وهناك كتب مناهج سوف يتم طباعتها للأسئلة والامتحانات. فللترم الأول 15 ساعة سيصدر كتاب للامتحان مطبوع، ويصل كتاب مطبوع وليس PDF، يصل إلى الطالب أو يشتريه الطالب. أتوقف عند هذا الحد، أرجو أنه أطلعنا الجميع على الملخص، والهدف هو رفع أجر الساعة من $10 ل$25 لدى التأمينات الاجتماعية في بلد الطالب. وشكراً.